أكد المتحدث العسكري باسم الجيش الوطني العميد أحمد المسماري أن الوحدات العسكرية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة تعمل بشكل جيد، ولازالت غرف العمليات العسكرية تقوم بالواجب المناط بها. وعلل العميد المسماري عدم التصريح حول غرفة عمليات سبها بسبب حساسية عمل الغرفة، وحتى تتمكن القوات المسلحة من إيصال ما تريد إيصاله من قوات ومن معدات عسكرية وأجهزة وأسلحة في تلك المنطقة لتثبيت الأمن والاستقرار. العملية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة بتوجيهات من السيد القائد العام هي تستهدف أو ترمي إلى السيطرة والأمن وإحقاق القانون وإنفاذ القانون في تلك المنطقة. نحن وجهنا قواتنا سواء البرية سواء الجوية للمنطقة الساخنة في منطقة سبها. ليست هذه القوات لنصرة أي جانب على جانب آخر، أو لنصرة قبيلة على قبيلة، أو لنصرة كيان على كيان. هذه القوات مهمتها هي تحقيق الأمن وإنفاذ القانون في منطقة الجنوب الغربي. العميد المسماري أعلن خلال مؤتمر صحفي أن القوات المسلحة أعطت مهلة 10 أيام لخروج العصابات الإرهابية من مدينة سبها، وأن القوات المسلحة تقوم حاليا بعملية عسكرية لإعادة الأمن في المدينة. الآن انتقلت المعركة للجنوب الغربي، عصابات أخرى مختلفة العقائد مختلفة التركيبات، هناك عصابات إجرامية تمارس الجريمة العابرة للحدود، هناك فصائل من المعارضة الشادية دخلت إلى منطقة الجنوب من 2012 إلى 2013 بعد مطاردة من الجيش التشادي من جبال تيبستي، هناك مجموعات أخرى تؤمن في طرق التهريب الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات وتهريب الأسلحة، وهناك من يدعي أن هذه المنطقة لتركيبة معينة وبالتالي هناك خطر حتى على دول الجوار. العميد المسماري أوضح أن القوات المسلحة تعاملت مع العصابات الإجرامية بقوة وبحزم، منها عصابات من السودان وتشاد كانت طليقة في محيط مدينة الكفرة، مؤكدا كل ثروات الليبيين هربت لأفريقيا عبر هذه العصابات، ولكن القوات المسلحة بجناحيها القوات الجوية والبرية كانت في الموعد ولازالت في استنفار حتى تطرد هذه الجماعة الإرهابية. لقناة ليبيا الحدث هبة الكديكي.